في إطار خطط التطوير والتحديث الذي تنتهجه البحرية السلطانية العمانية لوصولها البحري، جاء احتفال البحرية السلطانية العمانية بوصول السفينة المبشر، أولى ثمار مشروع بحر عمان. بهذه السفينة الأولى وما سيتبعها أيضا إن شاء الله من سفن مشابهة، ستكون بعون الله تعالى يعني البحرية السلطانية العمانية قد حققت هيكل التنظيمي الذي تطمح إليه، وستكون العمليات المشتركة مع القوات المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى مهيئة لها كافة الظروف المهمة التي تتطلب هكذا سفن. السفينة المبشر زودت بأحدث التجهيزات والمعدات البحرية المتطورة التي تمكنها من القيام بمهامها العسكرية في عرض البحر بكل كفاءة واقتدار، بما يلبي احتياجات البحرية السلطانية العمانية ويساندها في تأدية واجبها الوطني وحماية مكتسبات النهضة العمانية المباركة. انضمامها اليوم لسفن الأسطول هو تعزيز للقدرات العملياتية والنقل السريع للعتاد والعدة، وهي إضافة كبيرة للبحرية السلطانية العمانية خدمة لهذا الوطن الغالي وقائده المفدح رضاه الله. يأتي مشروع بحر عمان الذي وقعته السلطنة مع شركة أوستال الأسترالية ببناء سفينتي دعم وإسناد تتميزان بسرعة عالية ومواصفات فنية متطورة تضمن لها الجاهزية التامة للعمل في مختلف الظروف البحرية. الحمد لله الذي من علينا بسلامة الوصول إلى أرض السلطنة على متن سفينة البحرية السلطانية العمانية المبشر قادمة من جمهورية أستراليا، بعد قضائها قرابة 20 يوم في البحر قطعت خلالها 4900 ميل بحري. كما ستساهم المبشر في حماية البحار العمانية من المخاطر البحرية وتزويد السفن بالدعم اللوجستي وإسناد عمليات الطائرات المروحية والنقل السريع للقوات والمؤن وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. هكذا ستظل البحرية السلطانية العمانية أسوة ببقية أسلحة قوات السلطان المسلحة حصنا حصينا لمياه البحار في هذا الوطن الأبي، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة الملازم بدر بن حمود نعبي من قاعدة سعيد بن السلطان البحري.